كنا تنتظروا بزاف، والحمد لله سيدنا راه واقف معنا، الله يكرمه، الله يحفظه، الله يحفظه يا ربي، الله يشافيه علينا. احساس طيب، احساس زوين، احساس عظيم، والله العظيم يعني شي حاجه كبيره عند الله سبحانه الله. هو يعني كنا في معاناه، كنا طارينا مشاكل، حنا ما نقدروش نبيعوا ونشروا، خواطرنا بزاف الحوايج تنتحرقوا، تتحرق لنا السلعه، ما تنبقاوش نلقاو هذه السلعه. بالنسبه لي انا هذه السلعه مشي تتحرق وتمشي نجيبها نلقاها موجوده، ما تلقاهاش، تنبقى نعاني، تتجمع تتعاود تتحرق. ولكن الحمد لله سيدنا راه فرج عنا، الله يفرج عليه، الله يشافيه لينا يا ربي الكريم. الحمد لله، الله يجعل البركه، الله يجعل شي بركه خير. هذا تبارك الله، راه 6 على 4 والعلو كاين، ويعني راه اللي بغى يبيع ويشري راه خاصنا غير نعرضوا السلعه. اللي بغى عاوتاني عنده 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 ذاك سميتو عنده الغلف راه يدير ديبو وعنده في السوق يعرض. راه السوق معلامه، ما كاينش بحال هذا السوق كاع في المغرب. انا بان ليا كل شيء جاهز، كل شيء منظم، كل شيء الناس السلطه الله يعمرها دار خدامين معنا مزيان، والله العظيم واقفين معنا، حتى هما مساكن وحتى هما عاناو بزاف تيسمعوا كاع ديال سميتو، وراه يعني داك الشيء غادي مزيان الحمد لله. تنفيذا للتعليمات الملكيه ديال سيدنا الله ينصرو، تم افتتاح سوق الصالحين اللي حنا كنتواجدوا فيه. هذا المشروع اللي هو مشروع مندمج يتكون من بنايتين، السوق المركزي اللي حنا كنتواجدوا فيه اللي فيه 413 المحل واللي كتباع فيه المواد الغذائيه من خضار، توابل، زيتون وفواكه. هناك كذلك مقاهي ومحلات لبيع الوجبات الخفيفة. عندنا السوق الذي يضم 1070 محل فيه جميع الحرف والمهن وبيع الملابس والأثاث والألمنيوم والخشب والخشب المستعمل. هذا السوق هو مشروع مندمج كونه أنه راعى الظروف اللي هي صحية وظروف اللي كتستجب للشروط السلامة، كمحلات ديال غرف للتبريد، وكذلك المحلات ديال كلها مربوطة بالماء والكهرباء. مشروع غيمكن التجار باش يكونوا يندمجوا في النسيج الاقتصادي، واستفدوا هاد التجار من عملية انطلاقة من أجل اقتناء التجهيزات والأدوات اللي غادي تمكن لهم باش يطوروا الحرف ديالهم ويطوروا الأنشطة ديالهم. عندنا التجار كذلك استفدوا من تكوين من طرف مكتب السلامة الصحية، خصوصا التجار اللي كيبيعوا اللحم والسمك وكل شيء المواد اللي خصها واحد سلسلة ديال التبريد. الحمد لله سيدنا نفق علينا بهذا المشروع. كنا تنعانوا في وقت الشتاء، تنعانوا في كنا في القصدير، كانوا في التراب، كان وقت الغيس، يعني المشروع هذا تحقق، يعني ما كانش في الحلم ديالنا. الحمد لله عطف علينا سيدنا الله يطول عمره وعاش الملك، وجميع المحلات متوفره، دخلنا داك الشيء اللي ما كناش متوقعينه لقيناه، لا من ثلاجات، لا من فريكوات، لا من مرافق، لا من طواليطات، لا من كل شيء، ما شاء الله. يعني احنا خصنا دابا نحتفظوا على هذه الاشياء، اما سيدنا دار لنا هذا الشيء وما كناش متوقعين هذا الشيء، عاش الملك.